سؤال، وسؤال اليوم يقول: عندنا هذا الصندوق. زين. تتوقع شو فيه أول شيء؟ يا فلوس يا أسئلة، واحد من اثنين. تتمنى فلوس؟ إن شاء الله، ليش لا؟ هذا صندوقنا المشهور، كل اللي هني يبون يأخذون من هالصندوق. مستعد تأخذ؟ نعم. السؤال يقول: متى آخر يوم في معرض الصيد والفروسية؟ متى راح يكون آخر يوم؟ آخر يوم؟ آخر يوم في معرض الصيد والفروسية بيكون في 8 سبتمبر. 8 سبتمبر؟ أكيد؟ 8 لا 9 8 9 8 9 اثبت على الجواب. بتين مره ثانيه قبل ما يسكر. ايه ان شاء الله اكيد بدي اذن. ربحت معانا قسيمه ب 500 درهم. مشكوره، ما قصرتي. وانت صح، فزتي معانا بقسيمه بقيمه 500 درهم. شكرا. تسحب سؤال زين. السؤال يقول: الله يستر، اعطينا اغنيه تتكلم عن الصيد والفروسية. يا طير لخبطت شوي. لحنها لحنها عشان تذكرها. قصيدة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. أيوة. واللي تم غنائها. شو هي القصيدة؟ الأخيرة اللي هي تقول: يا رب وين الذاكرة عاد الحين؟ أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان. عاد باقي البارت معه بس هذا هو اللحن. يلا تستاهل تستاهل. حاول. ما في؟ ما في أبداً؟ أبداً. خير شر؟ خير شر. مرحبا يا هلا، حي بالشهامة. مرحبا بالصقور المخلصين، حافظين الوطن، صانوا أمانة، قدرهم عندنا غالي وثمين. الله، طلعت بروحها صح. شكراً، يعطيك العافية. فزتي معانا بقسيمة بقيمة 500 درهم. مشكورين. تقدر تشتري فيها أي شيء من هني. جزاكم الله خير. مشكورين، ما قصرتوا. مع السلامة.